فرح، مثل ما كنا عم نحكي، العامل النفسي قديش مهم بتلاقي بالوقاية من كورونا وبمواجهة فيروس كورونا؟ صحيح سمر، كنا عم نحكي انا وياكي قد ايه مهم اليوم الشخص يكون نفسيته كثير حلوه وكثير قويه، في حال انصاب يتاكد انه دائما في علاج وفي طريقه مثل لحتى هو يرجع مثل ما كان ويرجع صحي. ما بدنا نقول مصاب بفيروس كورونا لازم كنا نبعد عنه ونخاف وهو يخبي ويصير هذا الشيء الموجود عند اغلب الاشخاص. اكيد في اشخاص عندهم طاقه ايجابيه وايجابيين حتى بالمرض، بيتحدوا المرض وبينشفوا من المرض بطاقتهم الايجابيه، بنفس الوقت في عنا أشخاص طاقتهم سلبية، وهدول الأشخاص بيقولوا ما فيني سيطر على أفكاري السلبية وخوفي من المرض. لأي حد ممكن نحقق التوازن النفسي ويكون في وعي بالوقاية وحتى بالعلاج من فيروس كورونا؟ هذا الموضوع حنناقشه أكيد مع الدكتور أنس حتاحت، استشاري أسري وتربوي. يسعد صباحك دكتور. أهلا، صباح وأهلا الخير. وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الصحة والسلامة دكتور، أهم شيء الصحة النفسية إن شاء الله. صباح الخير. يعني دكتور، اليوم أغلب النصائح عم بتكون كيفية الوقاية، إن كان بالحجر والتباعد المكاني والفيتامينات وكيفية العلاج أيضا، لكن الصحة النفسية اليوم قديش هي مهمة وهي يمكن خط دفاع أول ضد هذا الفيروس؟ صحيح، يعني اغلب الناس هي عم تتابع الامور الطبيه، انا شلون بدي اذا انصبت بالمرض شو لازم يكون العلاج، شلون لازم تكون طريقه التعامل مع هذا المرض، وعم ينسوا الجانب النفسي اللي هو مهم كثير واللي هو عم ياثر جدا على طبيعه الانسان وطبيعه تقبله لاي شيء سلبي. يعني مو بس مثلا خلينا نقول فيروس كورونا او هالمشاكل اللي هي عم تكون تابعه عنه، عن اي شيء بالحياه، اذا كانت انا علاقتي مع حالي وعلاقتي مع تقبل اي موضوع سلبي بشكل سلبي، هالشيء هذا هيأثر على التعامل معه، حيكون النتائج دائما خطا. لذلك مهم كثير نشتغل كمان على العامل النفسي مع الناس، يعني الناس غالبا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او التلفزيون او الاعلام دائما عم يتابعوا قديش عدد الوفيات، قديش عدد شو عم يصير اعداد بالعالم كله بسوريا بشكل خاص، هالشيء هذا ما حيعطيك انت النتيجه اللي انت بدك اياها، المهم انت تشتغل على حالك، المهم تشتغل جوا انت شو قادر انك انت تكون مقاوم لاي شيء سلبي بالحياه. مو عم نحكي عن فيروس كورونا بشكل خاص، لكن بشكل عام نحن اذا نحن قادرين نكون بهالشيء هذا، معناتها اي شيء سلبي حيجينا حنعامله بطريقه صح وحتكون نتائجنا صح بالنتيجه. دكتور، حكينا هون الاشخاص السلبيين، هن بيدوروا مثل ما حكيت عن الاشياء او الاخبار السلبيه، مثلا ان الاطفال ما بينصابوا بفيروس كورونا، اذا انصابوا حدته والشده تبع فيروس كورونا بتفرق عند الكبار، دوروا لحتى لقوا مثلا وفاه طفله عمرها 12 سنه، شفتوا حتى الاطفال عم يصير عندهم وفاة، يعني عم بيدوروا يا فرح على الأخبار السلبية وخلص بنشروها بشكل كبير. وحتى نحن صرنا بوقت فيروس كورونا، لازم أنا برأيي يعني ما بعرف إنه نتعايش معه، إنه من شهر ثلاثة لهلأ في ناس لهلأ بيوتهم عم بيحجروا حالهم، عم بيعملوا تباعد اجتماعي بس بشكل كتير كبير، ما عم بيشوفوا حدا، ما عم بيستقبلوا حدا. خلينا نحكي قديش هذا الشيء بيأثر على نفسيتكم إذا بقيتوا لحالكم بالبيت، ما عدتوا تواصلتوا مع المحبين والأقارب والأصدقاء، كمان قديش هذا الشيء بيأثر على النفسية؟ صحيح، في أشخاص من هل من الثلاث أو أربعة أشهر هن قاعدين بالبيت، حتى كمان أهل البيت محجور كل واحد بغرفته، ما في أي تواصل بيناتهم، إلا تواصل يعني من بعيد لبعيد يكون في تباعد حتى ما ينتقل المرض. طب ما هو مو هيك طريقة التعامل مع هذا الفيروس، يعني مازال انتم كل شيء اجراءات احترازيه عم تقوموا فيها بالبيت او حتى لو طلعتوا برات البيت، معناتها انتم عم تقاوموا هذا المرض بالاجراءات هي. لذلك لازم نحن نكون شوي يعني متوازنين، التوازن كثير مهم بهالوقت هذا. لما الانسان بيتعامل صح، بيقوم بالاجراءات الاحترازيه صح، ما بيكون في، يعني احنا ما عم نطالب والله انه اذا بدك تعمل تواصل اجتماعي انه يكون بالسلام بالقبلات وبالاحضان، لا مو ما بدنا كل هالشيء هذا، لا في طريقه انه احنا بنقعد مع بعض وبنحكي وبنتناقش، لكن ما عم نقوم بشيء خطا ان كان داخل البيت وان كان خارج البيت. الوسواس كثير عم ياثر على الناس،
وهالشيء هذا طبعا عم ينعكس سلبا عليهم، عم ينعكس على مناعتهم، عم ينعكس على حالتهم النفسيه. نعم. عم ينعكس، عم يصيروا هن سلبيين، عم يتقبلوا كل انسان سلبي، هو بيتقبل اي طاقه سلبيه موجوده بالمكان بشكل اكبر بكثير، لذلك عم تكون نتائج سلبيه. نحاول نحن قدر الامكان، ما زال نحن عم نقوم باجراءات الاحترازيه، وعم الكمامه موجوده، عدم السلام موجود، كل الامور هي اللي احنا، النظافه كثير مهم ان نحافظ عليها، بكفي ويكون في علاقات اجتماعيه سليمه وما في اي مشاكل من هالنوع. اكيد هذا. بما انه الاجراءات الوقائيه كلياتنا عرفناها، المفروض يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي ويمارسوا النظافه الشخصيه والكمامه وشوي التباعد الاجتماعي. شكرا لك دكتور، شكرا لكل كلمه حكيتها، شكرا لنصائحك، واكيد بنشوفك بحلقات قادمه. شكرا لك.